المغاوري، 28 سنة، بتمرن هنا فتنس بقالي حوالي سنة ونص. هدفي من التمرين في الأول خالص إن أنا كنت جسمي كان زايد بعد العملية، كان في فترة راحة، كان هدفي إن أنا أضبط جسمي، أنزل جسمي الوزن الزيادة ده يعني. بعد كده لأ، يعني بقى هدفي إن أنا عايز أخلي الشيب بتاع جسمي أحسن، بعد طبعا التغيير الجديد بعد الحادثة. بعد كده دخلت في كومبيتيشن اللي هي الفيت، كانت 2018، كنت مبسوط هناك وحسيت إن أنا لأ، الهدف بتاعي بعد كده هيكون إن أنا أشارك في أكتر من كومبيتيشن، ما تكونش كومبيتيشن دي بس، واحاول ان انا انافس بقى الناس اللي هي نفس الكاتيجوري بتاعي. والتمرين انا بحبه لان هو مش فكره التمرين بس او مش فكره الجسم بس اللي هو يوصلني للشيب اللي انا عايزه، لا ده هو كمان بيخرج من جوايا الطاقه السلبيه اللي موجوده. هو انا بتمرن 3 مرات في الاسبوع، كل مره تقريبا حوالي ساعه ونص ساعتين. طبعا هو ساعه ونص ساعتين الناس ممكن تتخيل ان الساعه ونص ساعتين كتير، انا بالنسبه لي لا هو مش كتير، بالعكس ده هما بيخرجوني من التمرين تعبان بس مبسوط، وبنسى تقريبا يعني الوقت ده بيكون احسن من اي وقت تاني في اليوم، مع ان هما برضو بيكونوا متعبين يعني. بالنسبه للحادثه، الحادثه كانت في 10/2015، كانت حادثه على الدائري، كنت فقدت فيها الساقين، وكان في اصابه يعني في ايدي اليمين في الكوع. قعدت طبعا فترة كبيرة، فترة تأهيل وفترة عمليات كتير، وعمليات الأول طبعا وبعد كده فترة التأهيل، وبعد كده بدأت أشوف الأجهزة وهتأهل عليها إزاي وهتحرك بيها إزاي. وطبعا كان كل فترة الهدف بتاعي بيتطور، قبل كده كان عندي الهدف اللي أنا عايز أتحرك بس، اللي هو حتى لو حركة مش طبيعية، بعد كده لأ أنا عايز أكون أحسن، الحركة الطبيعية عادي. بعد كده الموضوع اتطور اللي أنا عايز أتمرن رياضة، الموضوع بعد كده اتطور لأ أنا عايز طول اليوم أكون لابس الجهاز وأروح الشغل وأرجع من الشغل وأمارس حياتي الطبيعية زي بقية الناس. الحمد لله وصلت للكلام ده دلوقتي. هو أنا طبيعة شغلي أنا بشتغل في بنك من البنوك الوطنية يعني، في أحد البنوك يعني. طبيعة الشغل يعني مواعيد الشغل بتكون من حوالي الساعة 8 الصبح لحد الساعة 4-5، ما فيش مواعيد يعني المعروفة عن البنوك يعني. بعد كده بقى التمرين بعد مواعيد الشغل يعني. بس هو طبعا اليوم بيكون متعب شوية وفي مجهود، بس التمرين بعد كده بيفصلني عن الشغل وعن المجهود اللي قبل كده، والحمد لله الدنيا كويسة. أعتقد النفسية مش هتكون أحسن حاجة، الموضوع بيبقى روتيني قوي اللي هو شغل بس، لكن لا التمرين بيخرج النيجاتيف انرجي اللي موجودة، بيخليني برضو أقابل الناس اللي حواليا اللي هم اوريدي بيتمرنوا يعني على طول الوقت، فبرضو بيخلوني يعني بيشجعوني اللي أنا أتمرن معاهم. برضو لما بلاقي تطور في جسمي وبقيت يعني بعمل حاجات جديده، او اللي انا بستعمل الجهاز بطريقه احسن، او اللي هو بلاقي نفسي في المشي اسرع، او بقى في حاجات زياده يعني بعرف اعملها، ده بيخليني طبعا مبسوط ونفسيتي احسن طبعا.